السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو أصدقائي سأشرح لكم خطوة بخطوة كيف تقومون بالتسجيل في موقع باينانس. كذلك سأشرح لكم كيف تقومون بتفعيل حساباتكم بكل سهولة. قبل أن أبدأ هذا الشرح سأكون سعيدا بانضمامك إلى عائلتنا بالضغط على اشتراك تفعيل الجرس. لا تنسى يا صديقي لايك صغير. وقبل أن أبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونبدأ على بركة الله. إذن أول خطوة سنقوم بها يا أصدقائي سنقوم بالتوجه إلى متصفح جوجل. إذن في متصفح جوجل يا أصدقائي سوف نقوم بالدخول إلى الرابط المختصر للتسجيل في موقع باينانس. الرابط ستجدونه أسفل هذا الفيديو. إذن دعونا نقوم بالدخول إليه. سنقوم بكتابة rebrand.lyy. بعد ذلك نقوم بالضغط على كتابة سلاش. بعد ذلك سنقوم بكتابة بين. أوكي، إذن هذا هو الرابط المختصر. بعد ذلك سوف نقوم بالدخول إلى الرابط وسوف يأخذنا إلى رابط التسجيل بشكل أوتوماتيكي. ممتاز. إذن هنا سوف نقوم بالضغط على sync up with phone or email. إذن سوف نقوم بالضغط على accept. ممتاز. إذن هنا سوف نقوم باختيار الدولة. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على confirm. جيد. إذن هنا سوف نقوم بالضغط على create a personal account. ممتاز. إذن هنا سوف نقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا ونقوم هنا بكتابة كلمة السر. إذن يا أصدقائي هنا سوف نقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا. بعد ذلك سوف نقوم بكتابة كلمة السر ونقوم بالضغط على next. إذن هنا سوف نأخذ يا أصدقائي هذا الشيء ونضعه في هذا المكان. ممتاز. الآن يا صديقي سوف يقوم تطبيق باينانس بإرسال لنا كود مكون من 6 أرقام. إذن نحن في هذه الحالة يا أصدقائي سوف نقوم بالتوجه إلى الجيميل الخاص بنا ونقوم بالدخول إلى الرسالة. بعد ذلك يا أصدقائي سوف نقوم بالحصول على كود مكون من 6 أرقام. سنقوم بعمل نسخ لهذا الكود ونقوم بالرجوع إلى موقع باينانس. بعد ذلك يا أصدقائي سنقوم بالذهاب إلى هنا ونقوم بالضغط على لصق. ممتاز. الآن سوف نقوم بالضغط على سبميت. كما ترون هنا تم تفعيل الإيميل الخاص بنا بنجاح. إذن هنا يا أصدقائي سوف نقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بنا. إذن سوف نقوم باختيار رقم الدولة ونقوم هنا بكتابة رقمنا الهاتفي. إذن يا أصدقائي بعد أن نقوم بكتابة رقم الهاتف سنقوم بالضغط على next. إذن كما ترون هنا سوف نقوم بالضغط. إذن كما ترون يا أصدقائي تم إرسال رسالة SMS بنجاح. الآن سوف يصلنا كود إلى رقم هاتفنا. إذن كما ترون هذا هو الكود. إذن سنقوم بكتابة الكود. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على سبميت. ممتاز. الآن تم تأكيد حسابنا بنجاح. والآن يا أصدقائي سوف نقوم بالانتقال إلى الخطوة الموالية. الخطوة الموالية هي يجب علينا أن نقوم بتفعيل حسابنا ببطاقتنا الوطنية. أوكي؟ فأي شخص قام بعمل حساب في موقع باينانس يجب عليه أن يقوم بإرسال لهم يعني صورة لبطاقته الشخصية لكي يقوم بتفعيل حسابه. طيب الآن سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي أو متجر أب ستور بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون ونقوم هنا بتحميل موقع أو بتحميل تطبيق باينانس. سوف نقوم بالضغط على باينانس. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على تثبيت. إذا يا أصدقائي سوف نقوم بالانتظار ريثما يتم تحميل تطبيق باينانس. إذن يا أصدقائي بعد أن قمنا بتحميل تطبيق باينانس سوف نقوم الآن بالدخول إليه. إذن سنقوم بالضغط على فتح. جيد. إذن هنا سوف نقوم بالضغط على هذا المكان. نقوم بالضغط على هنا وسوف يقوم بأخذنا مباشرة إلى مكان تسجيل الدخول.
إذا هنا أصدقائي سوف نقوم بكتابة المعلومات التي قمنا بالتسجيل بها من قبل في موقع باينانس. إذا سنقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا وكلمة السر. جيد، إذا بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على لوجين. إذا هنا سوف نقوم بأخذ هذا الشيء ووضعه هنا. ممتاز، نقوم بالانتظار بعد الوقت. إذا هنا يا أصدقائي سوف يقوم تطبيق باينانس بإرسال لنا كود إلى رقم هاتفنا، بعد ذلك سوف يقوم بإرساله إلى الإيميل الخاص بنا. هنا سوف يقوم بالتأكد أن هذه الأجهزة هي ملك لنا. طيب، هنا سنقوم بالضغط على جيت كود، وسوف نقوم بالتوصل الآن بالكود ونقوم بكتابته في هذا المكان. إذا كما ترون هنا توصلنا بالكود وسنقوم الآن بكتابته. بعد ذلك يا أصدقائي سوف نقوم بإرسال الكود إلى الإيميل الخاص بنا. إذا سنقوم بالضغط على جيت كود، بعد ذلك سوف يتم إرسال لنا الكود إلى الإيميل الخاص بنا. إذا تم إرسال الكود، وسوف نقوم الآن يا أصدقائي بالانتقال إلى الإيميل الخاص بنا. ممتاز، إذا كما ترون هنا وصلنا هذا الإيميل، ونقوم بعمل كوبي للكود، إذا النسخ، نقوم بالعودة إلى التطبيق، وهنا سوف نقوم بالضغط على لصق. ممتاز، إذا هنا سوف نقوم بالضغط على سبميت. ممتاز، إذا كما ترون تم التحقق من حسابنا بنجاح. إذا يا أصدقائي في هذه المرحلة يجب علينا أن نقوم بإرسال صورة لبطاقتنا الشخصية، طبعا لكي يتم تفعيل حسابنا على تطبيق باينانس. إذا في هذه الخطوة سنقوم بالضغط على Verify Now. جيد، إذا هنا سوف نقوم باختيار الجنسية الخاصة بنا. هنا سوف نقوم باختيار اسمنا الأول. إذا هنا أصدقائي سوف نقوم بكتابة اسمنا الأول، بعد ذلك سوف نقوم بكتابة اسمنا الثاني، بعد ذلك هنا سوف نقوم بتحديد تاريخ الميلاد. ممتاز، إذا هنا سوف نقوم بالضغط على continue. جيد، إذا هنا سوف نقوم بكتابة الأدرس الخاص بنا. ممتاز، إذا هنا سوف نقوم بكتابة البوستال كود الخاص بنا أو كود البوستال. بعد ذلك هنا سوف نقوم بكتابة المدينة. ممتاز، إذا هنا سوف نقوم بالضغط على continue. جيد، إذا هنا في هذه المرحلة سوف يقوم التطبيق بطلب لنا أن نقوم برفع سواء صورة لبطاقتنا الشخصية أو الباسبور الخاص بنا أو وثيقة السياقة. في حالة ما كنت تتوفر على إحدى هذه الثلاث وثائق فقم باختيار واحدة منها وقم برفع صورة. أوكي، طيب أنا في هذه المرحلة سوف أقوم باختيار صورة لبطاقتي الشخصية، بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على continue. ممتاز، إذا هنا سوف نقوم بالضغط على continue. الآن يا أصدقائي لاحظوا معي هنا جيدا، سوف نقوم برفع صورة بطاقتنا الشخصية الأمامية هنا والخلفية هنا. أوكي، إذا سوف نقوم الآن بأخذ بطاقتنا الشخصية. إذا هذه هي بطاقتي الشخصية. أوكي، وسوف أقوم الآن بالضغط على add، وهنا سوف أقوم بالضغط على take photo. إذا هنا السماح وممتاز. إذا هنا سوف نقوم بقلب الكاميرا يا أصدقائي ونقوم بتصوير الصورة الأمامية لبطاقتنا الشخصية. لذلك يا أصدقائي احذروا، يجب عليكم أن تلتقطوا صورة بشكل واضح، لأن باينانس في حالة ما كان هناك مشكل في صورة بطاقتك الشخصية
فلن يتم قبول حسابك، لذلك لاحظ معي جيدا كيف سوف أقوم بتصوير بطاقتي الشخصية. إذا سوف نقوم هنا بأخذ بطاقتي الشخصية، بعد ذلك سوف أقوم بتصويرها على هذا الشكل. إذا يجب علي أن أقوم بتصويرها بشكل واضح جدا. إذا يجب أن يكون اسمك ومكان ازديادك وكل معلوماتك في البطاقة الشخصية يجب أن تكون واضحة 100%. إذا سنقوم بالتصوير. ممتاز. إذا هذه هي الصورة، سنقوم بالضغط على موافق. إذا سوف ننتظر بعد الوقت ريثما يتم رفع بطاقتنا الشخصية إلى موقع باينانس. إذا الآن كما ترون، لاحظوا معي جيدا، قبل أن تقوم بالضغط على أوكي يجب أن تكون هذه الخيارات الثلاثة باللون الأخضر، يعني اللون الأخضر واللون الأخضر واللون الأخضر. أوكي، إذا كانت إحدى هذه الشروط باللون الأحمر، يعني علامة إكس باللون الأحمر، يجب عليكم أن تقوموا بإعادة التقاط صورة مرة أخرى. إذا كما ترون هنا باللون الأخضر باللون الأخضر باللون الأخضر. جيد، ممتاز. إذا سوف نقوم الآن بالضغط على أوكي. جيد، بعد أن قمنا برفع الصورة الأمامية سنقوم الآن برفع صورة خلفية لبطاقتنا الشخصية. نقوم بالضغط على Add Take Photo، بعد ذلك سوف أقوم بقلب بطاقة الشخصية على هذا الشكل وأقوم بتوجيه الكاميرا إليها. كما قلت لكم سابقا يجب أن تكون جميع معلوماتك الشخصية واضحة. أوكي، ممتاز. إذا تم التقاط الصورة، موافق. إذا سوف نقوم بالرجوع. إذا ننتظر ريثما يتم رفعها على تطبيق باينانس. إذا ننتظر بعد الوقت يا أصدقائي. إذا الآن سوف يتم، إذا كما قلت لكم سابقا باللون الأخضر باللون الأخضر باللون الأخضر. ممتاز. الآن سوف نقوم بالضغط على أوكي. وبعد أن قمنا برفع الصورة الأمامية والصورة الخلفية لبطاقتنا بطاقتنا الشخصية طبعا، نقوم الآن بالضغط على Continue. ونقوم الآن كما ترون تم رفع المستندات بنجاح. نقوم بالضغط على Continue. وهنا يا أصدقائي سوف نقوم بالتقاط صورة سيلفي خاصة بنا. أوكي، إذا سوف نقوم بتعديل الكاميرا هنا ونقوم بالضغط على Take a Selfie. وهنا سوف نقوم بالتقاط صورة خاصة بنا. إذا أنا سوف أقوم الآن بالتقاط صورة، لن انتظروا بعد الثواني. ممتاز. إذا بعد أن قمت بالتقاط صورة سيلفي نقوم بالضغط على موافق. ويجب يا أصدقائي أن تقوموا بالتقاط صورة سيلفي للشخص الذي قمتم برفع بطاقته الشخصية، يعني إذا قمت بتصوير صورة لشخص مخالفة لصورة بطاقتك الشخصية فلن يتم قبولها. إذا سنقوم بالرجوع وهنا سوف يتم رفع الصورة على موقع أو على تطبيق باينانس. إذا كما ترون تم رفع الصورة وهنا سوف نقوم بالضغط على Continue. إذا يا أصدقائي الآن سوف نقوم بالانتقال إلى المرحلة الأخيرة، سنقوم بالضغط على Begin Verification. وهنا يا أصدقائي لاحظوا معي جيدا، الآن التطبيق باينانس سوف يقوم بالتأكد أنك نفس الشخص الموجود في بطاقتك الشخصية وصورتك السيلفي. إذا لاحظ معي هنا جيدا، سوف يقوم بطلب لك تطبيق باينانس بتحريك وجهك. مثلا سوف يطلب منك أن تقوم بتحريك وجهك إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل، أو سوف يطلب منك أن تقوم بفتح فمك. كل هذا من أجل أن يتأكد أنك شخص حقيقي وليس روبوت. أوكي، الآن سوف أقوم بتوجيه وجهي هنا، سأقوم بوضع وجهي هنا، بعد ذلك سوف يطلب مني التطبيق تحريك الوجه. إذا استمعوا جيدا، سأقوم برفع الصوت وهنا Please turn your head slowly to the ممتاز. الآن طلب مني أن أقوم بتحريك وجهي إلى اليمين وقمت بتحريكه، والآن يا أصدقائي ممتاز، الآن كما ترون Verification Complete، يعني قام بالتأكيد جميع المعلومات. إذا يا أصدقائي بعد مرور 10 دقائق وصلتني هذه الرسالة. إذا كما ترون هنا Verification Successful، ما يعني أنه تم التحقق بنجاح من حسابي. وهنا إذا قمنا بالرجوع إلى حسابي على الباينانس ستلاحظون أنه تم وضع خيار هنا Verified، إذا تم التحقق من حسابي والآن أستطيع استخدامه بكل سهولة. إذا كما ترون هنا كذلك يمكنك أن تقوم بتحويل
يعني تطبيقك باينانس إلى الوضع المتطور. يكفيك الضغط على هنا وتقوم بإلغاء خيار باينانس لايت، وسوف يتم تحويل التطبيق إلى باينانس برو. وهنا سوف تلاحظ يا صديقي، إذن هنا الماركت، السوق وتريد والعملات الرقمية إلى آخره. كذلك يمكنك بكل سهولة أن تقوم بتعبئة حسابك وبدء العمل في تطبيق باينانس. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا على حسن تتبعكم. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. أي تساؤل أي استفسار رجاء اكتبوا لي أسفل هذا الفيديو. ألقاكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله ورعايته.